دقيقة من كتاب مع محمد مطر. كتاب مدير الدقيقة الواحدة. أردت اليوم مشاركتكم كتاب مدير الدقيقة الواحدة للكاتبين كينيث بلانشيرد وسبنسر جونسون. وبالرغم أن هذا الكتاب نشر لأول مرة في يناير 1983، لكنه بقي محل اهتمام الكثيرين حتى الآن. من هو مدير الدقيقة الواحدة؟ هو قائد وقور يحترمه من هم تحته، ويعود سر نجاحه للأسرار الثلاثة التالية. السر الأول: أهداف الدقيقة الواحدة. الذين يشعرون بالرضا عن أنفسهم يعطون نتائج أفضل. السر الثاني: مديح الدقيقة الواحدة. ساعد الناس ليبذلوا أقصى إمكانياتهم، واضبطهم وهم يقومون بأداء الشيء على وجهه الصحيح. السر الثالث: تأنيب الدقيقة الواحدة. أن تكون أمينا مع من تعمل معهم وتوجههم للأخطاء التي وقعوا فيها. أما شعار مدير الدقيقة الواحدة فهي: أفضل دقيقة أقضيها هي التي أستثمرها في الناس. دقيقة من كتاب مع محمد مطر.